حكم اللام. طبعا اللام أيها الإخوة نعلم بأنها حرف إيه؟ مرقق. وفخمتها العرب بإجماع. شو معنات بإجماع؟ يعني كل القبائل العربية في كلمة الله في لفظ الجلالة وكذلك اللهم، لأن اللهم هي مثل الله، إن سبقت بفتحة أو بضمة ورققوها، يعني بالأحرى أبقوها مرققة إن سبقت بإيه؟ بكسرة. واضح يا أخواني؟ هذا بإجماع. بعض القبائل العربية كانت تفخم أيضا اللام إن جاورت الصاد أو الطاء أو الظاء المفتوحة أو الساكنة، كما يفعل مين؟ ورش. ورش رحمه الله نقل الأزرق عن ورش عن نافع، نقلوا لنا هذا الظاهرة الصوتية عند بعض القبائل، الظاهرة الصوتية عند بعض القبائل، اللام المفتوحة إن سبقت بمين؟ بصاد أو طاء أو ظاء مفتوحة أو ساكنة. وفي قبائل أخرى لهم ترتيبات ثانية لكن ما قرئ بها، انتبهنا كيف؟ فإن سكنت المفتوحة، طبعا احنا درسنا مو عن ورش لكن من باب العلم بالشيء، إن سكنت المفتوحة فيها خلاف أنه هل تبقى مفخمة كالوصل ولا ترقق لأنها صارت ساكنة، كلام طويل عريض. بتذكر في مقطع فيديو للملك فيصل الله يرحمه عم يتكلم أنه هو يعني يتألم من وسائل الإعلام لما تنقل أخباره، يعني بيقول يعني أنه ليش تنقل أخباري أنا، فعل فيصل وقال فيصل. أي نعم، يا سلام لما بيقول فيصل أنا شو بنبسط على إيش؟ على تفخيم اللام. يعني هذا ظاهرة صوتية، اللام هنا سكنت انتبهنا لكنها سبقت بمين؟ بصاد، صاد مفتوحة. فهذا على مذهب من يفخم حتى مين؟ حتى ما سكن من اللامات المفتوحة إذا سبقت بمين؟ بصاد، فيصل. سبحان الله، شيء حلو. يعني الواحد لما بيسمع بقايا الفصحى على ألسنة إخواننا يعني بيفرح والله. حكم اللام، تفخم العرب اللام بإجماع في لفظ الجلالة الله، وذلك إذا سبق بفتحة أو بضمة، نحو هو الله جل جلاله، سيؤتين الله، وإذ قالوا اللهم، هنا سبق بمين؟ بضمة، اللي هي ضمة مين؟ اللام. واذكروا الله، واذكروا الله سبق بمين؟ بضمة. ضمة مين؟ ضمة الراء، لأن الواو سقطت للتخلص من التقاء الساكنين. إذن تفخم العرب اللام بإجماع من لفظ الجلالة. أما إن سبق لفظ الجلالة بكسرة فتبقى اللام على إيه؟ على أصلها من الترقيق. بسم الله، أفي الله شك، قل اللهم. شكل اللسان عند نطق اللام المفخمة والمرققة كما قلنا يصاحب اللام المفخمة تقعر لوسط اللسان وتضيق في الحلق بخلاف المرققة. شايفين؟ شايفين التقعر؟ شايفين تضيق الحلق؟ بخلاف المرققة لا في تضيق ولا في ايه؟ تقعر. طيب، احكام الراء. قبل ان اتكلم على احكام الراء تذكرت شيئا. فين ابننا هذا اللي سألني بعد قبل عند صلاة المغرب؟ فين موجود؟ شو اسمك يا ابني؟ عمر. عمر حاتم اظن؟ نعم. هذا ابننا الله يرضى عليه عمر حاتم، ونحن خارجين على صلاة المغرب قال لي لماذا لم تقلقل العرب الهمزة؟ أليست شديدة؟ أليست ثقيلة مثل قطب جد؟ قلنا بالأمس إن العرب قلقل قطب جد للتخلص من شدتها، فقال لي أليست الهمزة ثقيلة وشديدة وفيها ضيق وإزعاج؟ لماذا لم تقلقلها العرب؟ ليش ما قالوا العرب يؤتي الحكمة من يشاء يؤمنون ليتخلصوا من شدتها؟ فالله يرضى عليه ويسعده، ادعوا له لهالولد الله ينفعه وينفع فيه إن شاء الله، ويجعله أولادكم إن شاء الله جميعا من علماء المسلمين. أيها الابن العزيز وأيها الإخوة الكرام، الهمزة للعربي طرائق شتى في التخلص من شدتها، تلك الطرائق أغنت عن قلقلتها. فالعرب تارة يبدلون الهمزة، بدل ما يقولوا يؤمنون فيقولوا شو؟
وبدل أن يقولوا بئس شو بيقولوا؟ بيسا. وبدل أن يقولوا يأتون شو بيقولوا؟ ياتون. وبدل أن يقولوا من آمن شو بيقولوا؟ من آمن. النقل. وبدل أن يقولوا آآ شو بيقولوا؟ آآ. ما هيك؟ في الهمزتين من كلمة إلى آخره. إذن تارة يبدلونها، تارة يسهلونها، تارة ينقلون حركتها ويحذفونها بشكل ملون. فهذه الطرائق أغنت عن إيش؟ عن قلقلتها.